السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة الشيف حليمة، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير زلابية ناجحة 100%، مكونات اللي بسيطة بزاف، أكيد غادي تكون متوفرة عندكم في كل بيت. والطريقة ديال التحضير ديالها راها بسيطة، كتجي رائعة، كتجينا هكذا مقرمشه مرمله رطبه حتى من الداخل ديالها. الاخوات اللي ما كتنجحش معاهم هالطريقه اكيد غادي تنجح معاكم 100%، غير جربوها وغادي تعجبكم. كنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا، نمروا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاجو هنايا كاس ونص من السميد الرقيق، يعني السميده اللي كتكون رقيقه، ما يعادل 250 غرام من السميده. وكنحتاج هنايا ربع كوب من الدقيق الابيض، ما يعادل 47 غرام. كنحتاج نصف كوب من الزيت النباتيه، ما يعادل 83 ملي. وهنايا كنحتاج كاس ديال الحليب اللي كيكون من طبيعة الحال دافي، ما يعادل 260 ملي. وبالنسبة كما كتشوفوا كنحتاج واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية، والقليل من الملح. وكنحتاج جوج معالق كبار من ياغورت بدون سكر. هنا كمرحله اولى كنضيف واحد البول، كنضيف السميده، يعني غادي تشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالها راها سهله بزاف. كنضيف النواشف، كنضيف الدقيق، من بعد غادي ندمج هاد العناصر جيدا. وكنضيف هنا الخميره، هذا الطريه الخميره الكيماويه، والقليل من الملح. من بعد كنضيف الزيت النباتيه، وكنضيف كما كتشوفوا ياغورت بدون سكر، يعني الزبادي. صافي كندمج هاد العناصر على هاد الشكل، يعني ضروري غندمجهم، غندمجهم هكذا، نرملهم حتى بالاصابع ديال يدي على هاد الشكل هذا. من بعد غنبقى نضيف الحليب بالتدريج دائما كما كتبان لكم مع الخلط. بالنسبه للحليب على حسب هذا النوعيه ديال السميده الاخوات، كما كتعرفوا السميده راه كاين اللي هكذا اللي كتبغي يعني هكذا السوائل اكثر، يعني كتشربها، وكاين السميده اللي يعني كتبغي غير القياس. مهم انا غندمج قدامكم كما كتشوفوا الخليط كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا، واحد الخليط اللي كيكون يعني تيكون بحال الشكل ديال الكيك، يعني كما كتشوفوا القوام ديالو شويه كيكون ثقيل على خليط الكيك. وهنايا غادي نوريكم شحال بقى ليا من هذا الكاس، يعني بقى تقريبا بحال لي هذا دخلات ليا بحال لي كاس الا ربع، وكيبقى نتوما على حسب السميده اللي كتكون متوفره عندكم. صافي هنايا انا غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نخليها حتى كترتاح، يعني وكيتضاعف الحجم ديالها. هنايا من بعد ما ارتاحت وتضاعف الحجم ديالها على هذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا، صافي كي القوام ديالها كيولي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هذا البوق اللي غادي نستعمل، يعني كنشد واحد البوش كنضيف فيه هذا الخليط،
يعني كما بانت لكم الطريقه ديال التحضير ديالها سهله بزاف وناجحه اكيد، غير جربوها انا متاكده غادي تعجبكم. هنايا كما كتشوفوا كيكون عندي واحد الزيت اللي ضفته، يعني كيكون سخون الاخوات، يعني من بعد كان هكذا كنقص الحراره يعني تكون متوسطه وصافي. من بعد كنشكل هاد كما كتشوفوها على مهم، كنشكل على هاد على شكل حلزون عفوا، وكتبقى نتوما على حسب الرغبه ديالكم، يعني كتقدروا هاد الزلابيه يعني عندها عده اشكال، كتشكلوها طويله او هكذا كتكون دايره دائريه، يعني على حسب الرغبه والشكل اللي كتبغيو. صافي انا غنستمر كما كتشوفوا نفس الطريقه، الطريقه سهله بزاف وصافي. راه كتكون ضروري الاخوات كتكون يعني الزيت من بعد في الاول كتكون هكذا سخونه بزاف، درجه الحراره اللي كتكون عاليه. من بعد ملي كنضيف هاد العجين، عجين الزلابيه، كنقص النار باش ما كتحرقش ليا وكطيب على خاطرها، وكطيب ليكم حتى من الداخل، وكتعطيكم ديك صراحه كتجي مرمله وكتجي مقرمشه. صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد هكا ملي كيتقلاو كيتحمروا ليا مزيان، غادي نضيفهم في العسل. العسل اللي من طبيعه الحال كيكون بارد، وضفت عليه واحد جمعالق كبار ديال ماء الزهر. كما كتشوفوا بالنسبه للعسل يعني ضروري كيكون الاخوات ما كيكونش يعني ما تسخنوش بزاف، اللي عندكم ثقيل يعني العسل كيكون ثقيل دفيوه غير شويه. صافي كنخليها حتى هكذا ملي كنضيف هاد الزلابيات، من بعد ما كنعمل هكذا القليه الثانيه يعني عاد كنزولهم من العسل باش كيشربوا ليا العسيله مزيان. وكما كتبان لكم هذا هو الشكل النهائي، زينته بهذه الطريقه. اللوز من الفوق كيبقى دائما على حسب الرغبه ديالكم، صراحه راه كتجي رائعه لذيذه بزاف، كتجي هائله، كتجي مرمله وكتجي عرفتي عندها واحد القرمشه من الفوق ومعلكه من الداخل ديالها. كنتمنى ان شاء الله غير جربوا الاخوات هالطريقه، اكيد غادي تنجح معاكم وغادي تعجبكم بزاف. كنتمنى الاخوات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، بارطاجيو الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده على الجميع، فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش توصلوا بجديد الوصفات. السلام عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.